إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. مبارك عواشكم. اليوم اثنين، بنك هوليداي، نهار الراحة. أيوة قال لك الراحة، احنا ما عندنا راحة اليوم. تنعمل هذا الفيديو علاش؟ لأن جاتني واحد الأخبار حزينة بأن ولد خالت عمت المروكي في المستشفى، المستشفى اللي كاين حدا القنصلية المغربية ببات بادينغتون، سانت ماريز هوسبيتال. ايوا قالو لي مشي شوفو خويا، قال لي بلي دارو لي شي عملية على كتفو وعلى لأن يدو ضحك الضلوع ديالو، دارو لي شي حاجة باش يحبسو لي يدو، مضربش لي الصدر ديالو ولا شي. أنا مازال مشتو مدي لأن ما فيا ما مشيت تما، لأن ديك هداك السبيطار تكون عامل ب المهاجرين، فهمتي؟ إيوا فهمتي، ما فيا ما مشيت تما. قالو لي بأن المغربيات ديال لندن تيمشيو يشوفوه، ولأن هو معروف عن الكومينيتي. يوم دابا نتمنوا ليه الشفاء، الشفاء الشفاء الشفاء، اللهم نتمنوا ليه الشفاء العاجل، لأن بغينا نديرو معاه واحد اللقاء تاني بمناسبة نهاية رمضان، ونسقسيه كيفاش دوز رمضان، رغم أنه دابا لي أسبوعين هو في المستشفى. إيوا لا حرج على المريض. كما قلت لكم دابا وين داك القسم الاجتماعي اللي كاين في القنصلية، داك الممثل ايوا لو كان هادو ديال القنصلية عندهم علاقة طيبة مع المغاربة المقيمين في الديار البريطانية، الله على الكلمة ديالي، معليش كل واحد منهم يمشي يشوفو، راه والو غير يقطع الشانطي ويدخل للسبيطار. ايوا هذاك الملحق الاجتماعي يبين بان القنصلية المغرب تتعاطف مع الجالية، ولهذا هذه لوكازيون الوحيدة لان ولد خالت عمت المروكي واحد الانسان شخصية باهرة في لندن، وكتلي قدام القنصلية كاع تيعرفوه، ولهذا علاش الملحق الاجتماعي من اكسكيز تعاود يقول لهم انا غادي نمشي نصلي، يقطع الشانطي يدخل للسبيطار، راه قدامهم ما كاين حتى شي عذر، عنده دقيقه ما كملاش، يخرج من القنصليه يشوف هاد الجهه اللي تكون شي طوموبيل ضربه، ويقطع ويدخل لريسيبسيون ويسقسي عليه. ايوا هادي انا بعيد، انا نقول لك خصني ساعتين ديال الطريق، فهمتي؟ فلهذا نتمنوا الناس يهزوا يديهم للسماء ويدعوا معاه بالشفاء العاجل اللي محتاجينه، لانه قطع الى مشى لينا ما عندناش باش نقطعوا. قالوا لي الناس على هذاك الباحث التلفزيون، ما انت البرنامج ديال الطبخ ما شوف اخويا ما عندناش نقطع، علاش؟ لانني ما عنديش كاميرا خصني نسجل ونقطع ونوجد عطيني الفيلم باش يبان لكم داكشي على كونتيني، ولكن انا ما عنديش ديك التكنولوجيا، انا داكشي خصني نبين ديك الساعه ونبدا تتبان الكوزينه مرونه، لان انا ما تلبستش، انا كيف ندير داكشي نديرو ديريكت، فهمتي؟ كيما دابا نتكلم معاكم ماشي ما عندي لا ورقي لا والو، واخا يكون عندي ورقي ما نعرفش نقرا، فهمتي؟ مثلا كانوا التصاور نقدر نتبع التصاور، فهمتي؟ الارسام المتحركه ما عليناش، فلهذا داكشي علاش زيدو انت اللي تتخاف عليا بالفلوس، خصني نمشي نشري السلعه ونشري هذا ونشري هذا، ويلي فهمتي؟ فلهذا ما غاديش نعمل البرامج ديال الطبخ، ما علينا كان شي حاجه ولا من القدام إذا طورنا التكنولوجيا وولدي علمني كيفاش المونتي الفيلم ولا شيء، يمكن نخسر شوية الفلوس في نشري كاميرا،
ونتعلموا كيفاش مونتيو الفيلم باش ندوزو لكم، لان كما تعرفوا تطلب الوقت ولي داكشي الدنيا تشوفوا في التلفزيون في البرامج ديال الطبخ قال لك مستر بيك وداكشي داكشي عندهم كاين واحد الطاقم. وانا اللي خدمت في داكشي ديال البرامج ديال الطبخ، انا خدمت فيه واحد البرنامج كنقولوا ليه هوت كيتشن مع انطونيو وارل تومسون، ودي واحد الشاف كان يخدم معنا بكريم دي وتلانصا في التلفزيون، ومره مره كان يدبر عليا لازم نمشي نخدم معاه ماشي هنايا في اللورد اللورد المجدلي ولا شي ايوا ديك الساعه تشوف شحال من واحد شحال من شاف شحال هذا باش يدوزو ربع ساعة ولا نص ساعة في التلفزيون. ايوا يعني هذا انا ما عنديش داكشي تسهيلات فاسيليتيز دي ما عندك شي حاجه ساهله وجده مخبك دابا كيما عندي بقيت نتصدق. قال لي واحد قلت لي لنا بان المغرب ودن يا اخي دابا انت ما تتامنش بالديكور، هذاك الديكور اللي تشوفي هذاك الديكور ديال الشبش تيبان لك بحال النهار فهمتي. قال لي انت كيفاش داير الشمس مازال ما هودات وتقول ربي بدا نسالا اسيدي واش غنبقى نتحاسب معاك. هذاك الشيء ديك الدوده تشوف هذاك غير الباك دروب فهمتي، هذيك التكنولوجيا تنديروها باش يتبان لك بان كاين النهار مشمش ايوا ندير لك الظلام مش عندك تطيق ايوا عاود كرر فهمتي. ندير لي دابا كذا كذا كلابه طورت ولهذا دابا نرجعو للمواضيع ديال المواضيع ديال هذا. دابا بغيت نعرف عباد الله يقولوا لي هذاك هذاك المدام شحال عمره 16 عام 17 عام ما نضلش لي راجل كبير. وعلاش هذوك دوك العطايه ديال مراكش دوك ثلاثه العطايه المعروفين عطايه نقول لك ما ويعمل بيه شي كان يعملوه شحال بغاو 15 مليون واحد يقول لهم يديروها داخله هذوك العطايه مشاو داروا جابوا قرار من المحكمه مش عارف واحد الحاضرين عارفين غادي يخرج مشاو جابوا عطاوه لمو ايوا واش تعطي لمو واش مو مسؤول عليه اش ما ديش ليه الحبس. ذاك العون القضائي جابوا الاوردر مع المحكمه وغادي نبيع للمثل المدني عطاو ليه واش المدني المدني راه ادولت راه كبير مشاو عندو الحبس. هنا باش تبان لك العداله الفاسده وهاد الطبقة هادو 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 العطايا صحاب صحاب هاداك الدري اللي في برلين انا ملي بيخرج لاني بيحلل لينا واش قال تحفة فهمتي ما لينا شي يحلل ولا ما يحلش فهمتي. هادوك 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 العطايا نقول لي عطايا عطايا واحد تيقتل الدراري الصغار وواحد تيتقوى لي في الكلوب واحد تيدير دارو ديال الدعارة معروفين فهمتي في مراكش سقسوا عليهم سمو ظاهر وكي سمو ظاهر يدو المحكمة مع التاني لان عيوب من الغرامة قالوا له القحام ديرينا ديرينا بيع وشريا تكلم معاه يمشي يقول هذا يجي التعويض التعويض وحنا خصنا نديروها وقلت حنا نمشيو للمحكمة نمشي يعطينا التعويض 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 ديال الاشياء. فلهذا انا اللي ما فهمتش اللي فهمتش هذا كيفاش هذا السيد في الحبس وراجل كبير وش يبين ليه ورقة ديال المحكمة عطينا لمو مو تسيني فيها ماشي المسالة هذي هنا تيبان لك الفساد وتيبان لك تيستغلو تيستغلو المرأة المربى حاجة ما كاينش معاها ولا شي بي هذا ولكن ما عليناش حنا غادي نديرو لي الواجب علينا إلا بغاو إلا بغاو هذاك اسمو بغاو التعويض ها التعويض فهمتي غادي نحيد سروالي نوريكم التعويض ديال بصح فهمتي ولا ندير لكم كيما تندير لك الدري ديال الصبان ياسم الدري صار يكون ها هاكو التعويض ها ها هو التعويض ها شتي كيدير ها واحد ليك ذاك هذاك ولا واحد اخر واحد اخر ها هذا هو التعويض اللي غادي تاخذو ولا الاقحام الحقاره. انا قلت لكم هذاك المديمي قلبوه قلبوه ولا الاقحام قلبوه هذوك اللي في المحاكم قلبوه قلبوه لان كنت يخدم معاهم قالها واحد المراه في البرنامج ديال ذاك اسمه ديال ذاك اللي في برلين وباش يعطي لنا الفيديو راه الفيديو فيه التسجيل راه عنده قالت لي بان المديمي على الاول كان يخدم مع المحكمه كان يجي تما يسمسر فهمتي ولكن ندير باش وحدين وحلفوا عليه تقداو ليه فهمتي. هذا دابا مظلوم لان كان خدام معاهم وشوه بهم وقول هذا هو الحل الوحيد حتى واحد ما بغا يقولها فهمتي
والمهدمي المهدمي مقول بينو مقول بينو دوك العطايا ديال مراكش تحية بني باش انت يا الاخرين الدولة نهار زوين اليوم شوف الناس الكهرباء شوف الكهرباء شوف عندهم الكهرباء الناس مخيمة شوف شي بحر كبير لكم البحر كان البحر البحر الجهة الأخرى باقي غادي نشوف مازال تيبان البحر بعدين دابا حنا غادي نترزقوا إوا دابا هذا هادشي اللي قلنا لكم اللي خصنا نوصل لكم الأخبار وصافي إوا دابا بغاو التعويض التعويض وداك اسمو داك الدري داك الدري داك الشلح مول كرافاطا العالمي مستر العالمي مازال تيغرق ليا مازال تيغرق ليا فيه داك اسمو الدكتور الطازي ما كيغرق فيه باش ما يحملوش عند مول الحرش تو الحرش جبلنا البحر ما خصنا ما ننساوش دوك صحاب الباراسول دوك القحاب الباراسول خصنا نتفكروهم دابا ديال القيده دابا لان هادشي غير يخرج البلدان الناس غادي تمشي للبحر وهاديك ماين الباراسول ردوا بالكم هو الحرام وقول لكم لي غارديان دو فوتير فهمتي هادوك الباراسول البحر ماشي ديالكم البحر ديال الدوله فلهذا ما قجر العباد الله من البحر الباراسول ما ننساكمش انا غير نخرج لكم على اليمن الله الى الحلقه الله ماشي الحلقه ديال القريعه لا الحلقه الاخرى الحلقه المقبله ساودعكم واقول لكم وبسلامه كان معكم انا يا فتران الله يبارك ونذكر لك دمتم على خير نهار مبروك هذا النهار مبروك ودعوا مع المراكشي مولاي جمال العرج ادعوا معاه مسكين في حالة لا يمارس كل العربية السلام عليكم.